لكن تركيز النهارده على حزمة القرارات الرئاسية اللي بتتكلم بشكل مباشر ورقمي ودقيق فيما يخص حياة المواطن. الرئيس قال حزمة أرقام وحزمة قرارات كلف بها الحكومة، إنه أهو التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري الدولة بحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة وفق الدرجات الستة والتالتة واللي معاهم ماجستير ودكتوراه 3500 5000 6000 7000. لقيت ناس واخدين على الفيسبوك كلام يقول لك يا راجل يعني واحد معاه ماجستير ياخد 6000 جنيه؟ يا سيدي مش 6000 جنيه، الحد الأدنى للوظيفة، الحد الأدنى للوظيفة. يعني ده اللي يعرفه الناس اللي شغالين في الدولة. المعاشات زادت 15%، والحد الإعفاء الضريبي زاد من 24 ل 30، وزادت المعاشات تكافل وكرامة 25%. خليني أسمعكم تاني ونتذكر تاني حزمة القرارات الرئاسية المهمة من حيث دلالة التوقيت والمحتوى. وأتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، وأستمع لكل الأصوات من هنا ومن هناك، واستجابة لهذه الأصوات فإنني أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية. أولاً، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها. طب أقول لكم بس الكلام عشان هتسقفوا ولا ما تسقفوش؟ طيب، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. ثانياً، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً. بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً. بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً. ثالثاً، زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023. رابعاً، رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24000 جنيه ليكون بقيمة 30000 جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023. خامساً، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً اعتباراً من أول إبريل 2023. طبعا السيد وزير المالية النهاردة اتكلم وقال توجيهات السيد الرئيس اللي هي حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات من أول أبريل هتكلف تقديريا حوالي 150 مليار جنيه سنويا. ده اللي قاله وزير المالية في تصريحات، وده أعتقد الرئيس قبل ما يتكلم على الحزمة قال بتابع شواغل الناس واهتمامات الناس، وبتابع اللي بيتقال على وسائل الإعلام والمواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وتماشيًا مع ما رآه أو ارتآه السيد الرئيس كانت هذه الحزمة من القرارات.